أسعد الله أوقاتكم جميعا من جديد، وأرحب بكم في هذا الجزء من طرق البحث في علوم الصحة، وهو يتحدث عن تحليل المحتويات، محتوى الأبحاث في الباب السابع. سنتحدث بإسهاب عن بعض المواضيع التالية. تحليل المحتوى، تحليل إحدى أدوات البحث، وهو يستخدم لتحديد وجود كلمات أو مفاهيم داخل نص البحث أو مجموعة من النصوص التي يحسب أو يتوقع الباحث ويحلل وجودها، ويربط هنا العلاقة ومعناها في الكلمات أو المفاهيم، ثم يقوم الباحث بالاستنتاجات حول مضمون النص ومضمون الكلمات. والكاتب هنا أو الباحث أو الكتاب، المتلقون وحتى الثقافة وقت كتابة النص. النصوص هنا تشمل الكتب وفصول الكتب، المقالات، المقابلات، المناقشات، الصحف، وكذلك الوثائق التاريخية والخطابات والمحادثات، الإعلانات، المسرحيات، المحادثات الغير رسمية، وكل أنواع التعبير اللغوي. وهذا يتضمن التحليل في المحتويات، وكما أسلفنا علاقة الكلمات أو الاستنتاجات حول ما هو مضمون هذه المقالات في تلك المصادر. عند الشروع في تحليل المحتوى أو النص، يتم تفكيك النص إلى فئات على مستويات مختلفة، مثل الكلمات نفصلها عن بعضها البعض، والجمل نجمعها بطريقة متوازنة ومتناسقة. يعني هنا الجمل بنحللها وبنفككها بالمعنى والأفكار والفقرات، ثم نختبر هذه الكلمات والجمل والأفكار والفقرات بواسطة واحدة من طرق تحليل المحتويات، وهي تحليل المفاهيم أو تحليل العلاقات، كما سنشرح في الموضوع القادم إن شاء الله. استخدامات تحليل المحتوى، في ماذا يستخدم تحليل المحتوى؟ بالنسبة لأنه يمكن تحليل المحتوى واستخدامه وتطبيقه لاختبار أي قطعة أو أي نص مكتوب أو اتصال مسجل، طريقة التحليل هنا أو التفريغ للمحتويات تستخدم اليوم في مجالات متعددة ومتنوعة، زي دراسة السوق، الإعلام، الأدب والنقد، الإنثوغرافيا والدراسات الثقافية، دراسات نوع البشر والأعمار وعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلوم النفس، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى. إضافة إلى ذلك، في استخدام المحتويات تعكس هذه الطريقة تحليل المحتوى علاقة وثيقة بعلوم اللغة الاجتماعية والعلوم النفسية، كما تلعب دور مهم جدا في تطور علم الذكاء الصناعي، وبالتالي تحليل البيانات، ونسميه إحنا System Analysis, Study Analysis. الأناليسيز هذا اللي بيصير المغزى والمعنى للجمل والفقرات، كما وضحت في السلايد السابق، كله يتم استثماره في عمل الذكاء الاصطناعي اليوم في متابعة المقالات ومتابعة الأبحاث. أنواع تحليل المحتوى، سنستعرض هنا نوعين من أنواع تحليل المحتوى، وهو تحليل المفهوم وتحليل العلاقة. تحليل المفاهيم يعني بتحديد وجود وتكرار المفهوم ذاته، يعبر عنها أو يعبر عنها عادة في شكل كلمات أو جمل تعبيرية داخل النص نفسه. ممكن يكون لدى الكاتب إحساس مثلا بأن الشاعر المفضل لك بيكتب كثيرا عن الجوع. عن طريق تحليل المفهوم يمكن تحديد عدد مرات الجمل أو الكلمات أو المقاطع التي ظهرت فيها كلمات الجوع أو كلمة جائع أو كلمة جوع في ديوان شعر مثلا أو في مقال. طريقة تحليل العلاقة هي مرحلة إعلان، وتهتم بدراسة العلاقة بين المفاهيم في النص. أيضا بالرجوع إلى المثال السابق، عن طريق تحليل العلاقة ما بين هذه الأجزاء يمكن تحديد الكلمات أو التعابير التي تأتي بعد كلمات الجوع وجائع وجوع، كما وضحنا في السلايد السابق، حيث الوجود ما كان وجودها في النص
وتكرار وجودها في النص، ثم نقوم بعد ذلك بتحديد ما هي المعاني الجديدة التي تظهر نتيجة هذا التقسيم. ألف، طريقة التحليل للمفاهيم. في طريقة معينة لتحليل المفاهيم يتم اختيار مفهوم الدراسة أو مفهوم البحث. يتضمن هنا التحليل حسب عدد المرات ووجود المفهوم الذي قد يكون ظاهر وضمني، وحيث أن المفاهيم الظاهرة سهل دراستها أو سهل تحديد بداهة النص فيها، فبالتالي تدوين المفاهيم الضمنية وتحديد المستوى يتأثر تأثر كبير، بحيث يصبح أكثر صعوبة. ليش؟ لأنه هنا نحتاج إلى ممكن أن نبني أحكامنا على نظام ذاتي وليس نظام تابع لمنظومة معينة خارجية. من أجل الحد من الذاتية الخصوصية الذاتية والحد من مشاكل الثقة والمصداقية في النصوص وفي البيانات والمعلومات، تدوين المفاهيم الضمنية يتم بواسطة استخدام القواميس المتخصصة أو قواعد الترجمة المقارنة أو الاثنين معا، حتى تضمن إنه المحتوى يفسر تفسير علمي من ضمن هذه القواميس المتخصصة أو قواعد الترجمة الأساسية العالمية على المفهوم تبع المعاني والكلمات. طريقة تحليل المفاهيم، البند با، تحديد الأسئلة للباحث، اختيار عينة الباحث، تقسيم النصوص إلى فئات مكونة من كلمات أو جمل أو تعابير. هذه هي الثلاثة أجزاء لطريقة تحليل المفهوم لقضية معينة. نحدد أسئلة الباحث ونختار العينة التي سنجري عليها الباحث، ونقسم الأسئلة والنصوص والفقرات إلى فئات حتى نستطيع الوصول إلى مبتغانا. خطوات إجراء التحليل للمفاهيم. كيف نحلل المفاهيم؟ عند القيام بتحليل المحتوى عن طريق تحليل المفاهيم يجب اتباع الخطوات التالية. يجب أن نحدد مستوى التحليل، ونحدد عدد المفاهيم المدونة، ونحدد نوع التدوين ووجود أو تكرار هذا المفهوم، ونحدد الطريقة التي سوف نميز بها بين المفاهيم. خطوات إجراء تحليل المفهوم أيضا الخامسة، ونحدد قواعد لتدوين هذه النصوص، نحدد مصير البيانات الغير ضرورية والتي لا تلزم في بحثنا، وندون النص ونحلل النتائج. أول شيء، دعونا نسهب في تحديد مستوى التحليل. يجب على الباحث أن يحدد ما إذا كان سيدون كلمة واحدة لكلمة بحثا مثلا، أو مجموعة من الكلمات والتعابير، يعني بحثا اجتماعيا تجريبيا، يعني وصف للبحث، ولا كلمة بحث بس فقط. اثنين، يجب أن يحدد عدد المفاهيم. يجب على الباحث أو الكاتب أن يحدد عدد المفاهيم التي سيدونها هنا، وهذا يقضي تحديد مجموعة من المفاهيم والفئات المحددة مسبقاً، يعني أسئلة وجمل وعبارات مسبقة محكمة، غالباً ما تكون الأكثر علاقة بموضوع وأسئلة وصلب بحث الكاتب أو الباحث. في هذا السياق يجب على الباحث هنا أو الكاتب أن يحدد مستوى المرونة والليونة التي يتركها الباحث لنفسه أثناء تسجيل وتدوين المفاهيم، يعني ما يصيرش الباحث يكتب في المفاهيم مغلقة التفسير أو مغلقة المعنى. يجب أن يترك هناك مرونة ووسع لإضافة بعض المفاهيم الأخرى مستقبلا. أهمية المرونة هنا درجة عدم التقيد اللي احنا حكيناها قبل شوي، وهنا ليش؟ لأنه الباحث هنا بتساعد هذه المرونة على إدخال أي بيانات جديدة أو تفاسير أو وصف لأهمية الموضوع، حيث أنه ممكن يقابل الباحث أثناء الكتابة أو أثناء التسجيل مفاهيم محددة مسبقاً، يقابلوا إيش؟ مفاهيم جديدة، فما ما يتغلبش في إعادة الصياغة، يخلي فيه مرونة في
الكتابة. ليش؟ لفرصة الإضافة بعد ذلك. تحديد نوع التدوين. بعد تحديد عدد من المفاهيم للتدوين، على الباحث أن يحدد نوع التدوين. هل سيدون ويسجل وجود مفهوم فقط أم يكرر هذا المفهوم؟ إذا كان التدوين لوجود المفهوم فقط، يعني مثلا بحثا، فإن المفهوم يدون مرة واحدة فقط، ولا يهتم الباحث بعدد مرات تكرار كلمة بحثا مثلا في النص. هذا النوع من التدوين يعطي الباحث تطور محدود جدا عن النص. أما إذا قرر الباحث تدوين عدد المرات اللي ظهر فيها مفهوم مثلا بحثا في النص 60 مرة أو 90 مرة أو 3 مرات مثلا، فإن ذلك قد يشير إلى أهمية المفهوم أو عدم أهمية المفهوم. يعني تكرار النص بيدل على أهمية المعنى. 4. تحديد طريقة التمييز بين المفاهيم. على الباحث هنا أن يحدد المستوى الذي يريد أن يعمم به هذا المفهوم. هل تدون، أو أنت يا باحث، هل تدون المفهوم كما يبدو تحديدا فقط، أو هل من الممكن تدوينها حتى لو ظهرت بشكل مختلف؟ يعني مثال غال، كلمة غال قد يظهر الغلاء أو يظهر الغلاء. على الباحث أن يقرر ما إذا كانت الكلمتين هدول، يعني كلمة غالي والغلاء، تعنيان بالنسبة له شيء مختلف، أو من الممكن تدوينهما على أنهما كلمة واحدة ومعنى واحد. هل هو الغلاء هو نفسه غال؟ هذه متروكة للتفسير. على الباحث أيضا أن يحدد مستوى التضمن اللي حيسمح فيه في بحثه. تحديد مستوى التضمن، يعني الضمني، المحتوى الضمني، سيسمح للباحث بتدوين ليس فقط كلمة اللي هي كلمة غالي، وإنما بعض الكلمات المستخدمة في تخصصات معينة، مثل تحدي اقتصادي بالنسبة لكلمة غالي، أو مكلف مثلا، يعني يتكلم عن صنف معين من له علاقة بالاقتصاد. هنا يجب أن يصف لكلمة غالي أو مكلف مثلا بمعنى آخر. 5. تحديد قواعد تدوين النصوص. تحديد قواعد تدوين النصوص يساعد الباحث على التأكد من الاتساق لتدوين الباحث من خلال النص. على طريقة واحدة، إذا دون الباحث مثلا كلمة تحدي اقتصادي كمفهوم منفصل عن مفهوم كلمة غالي أو مكلف في إحدى الفقرات، وقام بتدوين نفس المفهوم تحدي اقتصادي تحت مظلة مفهوم غالي بعد هيك أو مكلف في فقرة تانية، فإن البيانات هنا ستكون غير صادقة. ليش؟ لأنه غير المفهوم بنفس المعاني. فلازم يكون في توحيد للنص وتوحيد للمغزى والمعنى. هنا بتكون البيانات غير صادقة بسبب عدم الاتساق، اتساق النص في موعد التدوين، أو في قواعد عفوا التدوين. وبالتالي هنا كل الاستنتاجات المرتبطة بهذا التدوين الذي اختلف بالمعنى الذي لم يركب على بعض، ستكون كل الاستنتاجات المستقاة، الاتساق هنا المستقاة من هذه البيانات، غير صادقة أيضا، لأنه إذا كانت القاعدة غير صادقة فالنتيجة غير صادقة تماما. 6. تحديد مصير البيانات الغير ضرورية. على الباحث أن يحدد إذا كانت هذه البيانات الغير ضرورية في سياق البحث، ما إذا كان سيتجاهلها أو يستخدمها في مرحلة أخرى لإعادة الاختيار أو تغيير كلمة معينة في عمليات التدوين، مثلا و وال أو في. هذه الكلمات مثلا عندما تظهر بمفردها يمكن تجاهلها، لأنها لا تضيف إلى المعنى للكلمة، مثلا الأساسية غال أو مكلف وما إلى ذلك، يعني لا تضاف لها. أحيانا هذه بدها إيش؟ القواعد النصية العربية، يكون عنده بلاغة فيها الإنسان ويعرف إيش اللي يكتب. تدوين النص. يتم تدوين النص إما بتدوين يدوي عن طريق القراءة وكتابة المفهوم والتكرار، أو من خلال عدد من البرامج للحاسب الآلي. في هناك برامج للكمبيوتر بتدون النص وبتحسب الكلمات وبتقرأ الكلمات.
ولكن برامج الحاسوب ساهمت في تطور ملحوظ في تحليل محتوى البيانات كإحدى وسائل جمع البيانات. ليش؟ لأنه عن طريق هذه البرامج يمكن تدوين وتصنيف أعداد ضخمة من النصوص في وقت وجيز، كتب كبيرة جدا بيحللوها في ساعات أو أيام بسيطة من خلال الحاسوب، يعني وقت وجيز جدا لا يأخذ شهور وفصول كاملة من حيث الإنسان بالشكل اليدوي. لكن عملية التحاسب الآلي هنا أو استخدام الحاسوب يعتمد على ما يعده الباحث من فئات للتدوين، يعني برضو بيعتمد على الإنسان كيف يصنف للحاسوب إنه يشتغل صح أو يبرمج بشكل معين. 8 ما قبل الأخيرة أو السلايد الأخير، تحليل النتائج. بعد الفراغ من عملية التدوين والفرز يبدأ الباحث في اختبار هذه البيانات ويستخرج هنا ما يرى من الاستنتاجات والتعميمات والتلخيصات والنتائج. لكن بما أنه تحليل المفاهيم يختص فقط بالبيانات الكمية، الأرقام يعني الرقمية العددية وليست النوعية أو المعنوية، وجود المفاهيم في النص ومرات تكرارها اللي هي العدد، فإن هذه الطريقة لا تتيح إمكانيات واسعة للتفسير والتعميم، إلا أنه من الممكن أن نجد الاتجاهات التي تقود إلى أفكار أوسع. هنا إذا تكرر هاي المفهوم مثلا إلى أكثر من 10 مرات في مقابلة واحدة، مقابل مرة واحدة لمفهوم آخر مثلا، هذا يمكن أن يقود إلى استنتاجات هامة تتعلق بأسئلة البحث وموضوع البحث.